بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات بالثانية بكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمسالكها الثلاث، مسلك علوم الحياة والأرض، مسلك العلوم الفيزيائية، ومسلك العلوم الزراعية. سنحاول خلال هذا الفيديو التطرق إلى بعض المؤسسات أو المؤسسات التي يمكن ولوجها بعد البكالوريا. بطبيعة الحال نظرا لأنه يصعب أنه يكون عندنا يعني الفيديو مفصل لأنك تطلب وقت كثير، سأكتفي فقط بالإشارة في هذا الفيديو إلى هذه المؤسسات، ثم يعني دون التطرق إلى أماكن تواجدها وحتى يعني طريقة الولوج التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى، خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها الآن، وأيضا حتى الدبلومات التي تعطيها ومدة التكوين. هذه الأمور يمكن الرجوع إليها في المواقع المتخصصة لأطر يعني سواء صفحات رسمية لأطر التوجيه التربوي وكذا المواقع الرسمية لهذه المؤسسات، أو يمكن بطبيعة الحال يعني التواصل مع الأطر التوجيه التربوي ليزودكم بالمعلومات بشأن يعني كل المؤسسات. إذا كاين المؤسسات التي يمكن ولوجها، غادي نكون سريع شوية لأن باش ما يكونش الفيديو ثقيل. إذا المؤسسات التي يمكن ولوجها بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الزراعية، مسلك العلوم الفيزيائية، ومسلك علوم الحياة والأرض، هي كلية العلوم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، وأيضا الكلية المتعددة التخصصات، كلية اللغة العربية اللي كاينة في مراكش، كلية أصول الدين بتطوان، كلية الشريعة، وكلية العلوم الشرعية، يعني مؤسسة دار الحديد الحسنية، كلية علوم التربية، أيضا كليات العلوم والتقنيات، كلية الطب والصيدلة، كلية طب الأسنان، المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية لينسا، المدارس أو المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن لينسام، المدارس العليا للتكنولوجيا لويستي، المدارس الوطنية للتجارة والتسيير إنسيجي، المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات إسكاو، أيضا المعهد العالي للإعلام والاتصال ليزيك بالرباط، المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم، المدرسة الوطنية العليا للكيمياء، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، المدارس العليا لتكوين أساتذة التعليم التقني، المدارس العليا للأساتذة إنس، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، الأقسام التحضيرية للمدارس العليا سي بي جي أو، معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، المدرسة الوطنية للفلاحة، المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، والمعهد العالي للدراسات البحرية، المعهد العالي للصيد البحري، أقسام شهادة التقني العالي البي تي اس، المعهد الوطني للفنون الجميلة، المدرسة العليا للفنون الجميلة. إذا بالنسبة لسك والمدرسة العليا للفنون الجميلة اللي معروفة اختصارا بـ OSBA، يعني قامت بإعلان يعني فتح باب الترشيح عبر مواقعها الرسمية، المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، المعهد المتخصص في مهن السينما، المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، المعهد الوطني للعلوم الآثار والتراث، المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، معهد علوم الرياضة، المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، المدارس العليا للتربية والتكوين، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هذا من طبيعة الحال يعني يخول سلك تأهيل أطر هيئة التدريس بعد الحصول على شهادة الإجازة في إطار توظيف أطر الأكاديميات، المدارس العليا للأساتذة لينس يعني اللي هضرنا عليها وكاينة في الدار الرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس، مراكش، تطوان، يعني تخول المسالك الجامعية للتربية، ومسلك الإجازة المهنية للتأهيل لمهن التربية والتعليم. كاين المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة يعني بالدار البيضاء، معهد التكوين في مهن صناعة السيارات، معهد المتخصص في مهن مهندس الطائرات ولوجيستيك الطائرات المطارات عفوا بالدار البيضاء، المعاهد المتخصصة في مهن النقل والطرق واللوجيستيك، معاهد تكوين تقنيين المتخصصين في الأشغال العمومية، معهد تكوين تقني المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية، معهد تكوين تقني الفلاحي، معهد تكنولوجيا الصيد البحري،
معاهد متخصصة في التكنولوجيا السياحية، المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية، معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنزاهة الطاقية، معهد المعادن، معهد المعادن بمراكش، ومعهد المعادن بتويست تويسيت عبر وجدة. وكاين ايضا يعني معاهد التكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين في مهن الجماعات الترابية بالدار البيضاء، إيمو الزركن، دار مراكش، سلا وجدة. وكاين فيما يخص يعني المدارس والمعاهد العليا المشاركة في المبادرة الوطنية المشتركة السي ان سي، اللي كتكون ما بعد الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، كاين المدرسة المحمدية للمهندسين، وكاين المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، المدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم، المدرسة الوطنية العليا المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، كاينة أيضا المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة، أكاديمية محمد السادس للطيران المدني لاياك بالدار البيضاء، مدرسة علوم المعلومات، شبكة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية لزينسا، المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن، المدارس العليا لأساتذة التعليم التقني، شبكة كلية العلوم والتقنيات سلك المهندسين، ليز إيكول سوبيريور دو جيني بيوميديكال، ليكول سنترال دو كازابلانكا. إذن هادو اللي هضرت عليهم دابا هما اللي متعلقين بالمدارس والمعاهد العليا المشاركة عفوا في المبادرة الوطنية المشتركة للسي إن سي بعد الأقسام التحضيرية. ثم كاين فيما يخص المبادرة الوطنية لولوج مدارس تدبير الكنايم، المبادرة اللي مفتوحة في وجه الطلبة الذين قضوا سنتين بالأقسام التحضيرية في شعبة الاقتصاد والتجارة لو سي تي مع لو سي اس، يعني المؤسسات المشاركة في المبادرة الوطنية الخاصة بهم في الكنايم هي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير ان سي جي، يعني والنجاح في الولوج، يعني طريقة الولوج هو النجاح يعني والحصول على دبلوم ديال المدرسة ديال ان سي جي في 3 سنوات. بالنسبة للتكوينات العسكرية والشبه العسكرية، كاينة المدرسة الملكية الجوية، المدرسة الملكية يعني اللي كاينة في مراكش، المدرسة الملكية الجوية البحرية عفوا اللي كاينة في الدار البيضاء، كاين الصحة العسكرية والأكاديمية الملكية العسكرية، المشاة، المظليين، الرياضة، المدرعات، النقل، الخيالة، ثم التمويل، الاتصالات، العتاد، الهندسة، المدفعيين، الذخيرة والتمريض، المصالح الاجتماعية، البحرية، الدرك، القوات الجوية، الحرس الملكي، الشرطة، الوقاية المدنية. يعني هكذا، يعني هذو هما المؤسسات اللي مفتوحة في وجه تلاميذ وتلميذات شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية، ومسلك علوم الحياة والأرض، ومسلك العلوم الزراعية ما بعد البكالوريا. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى لقاء قادم بحول الله.